تاريخ 5 جويلية. 5 جويلية باختصار هو عيد استرجاع السيادة الوطنية وعيد للشباب، في نفس الوقت عيد للشباب. هو أننا لازم نرجع للتاريخ، لأنه التاريخ بفضل الشهداء بفضل المجاهدين الآن إحنا نعيش في الحرية والاستقلال وننعم بهذه الحرية. لذلك لابد أن نقف جميعا شبابا وشيوخا وكل الجزائريين يقفوا اليوم وقفة رجل واحد من أجل استذكار بطولات وتضحيات الشعب الجزائري اللي ضحى طبعا مش من الثورة فقط 7.5 مليون شهيد، أنا أقول لك من مقاومة الطوالي سنة 30 إلى مقاومة الأوراس 1916، هذه كامل مر الزمن وملايين الشهداء ضحوا من أجل البلاد اللي يحلوهم. إحنا لازم الشباب يعرفوا كيفاش يحبوها ويعرفوا كيفاش يحافظوا عليها. خويا واش يعني لك تاريخ 5 جويلية؟ عيد الاستقلال، الله يرحم الشهداء، الله يرحمهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لهم وادخل وسع قبرهم ونور قلبهم وادخل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. إن شاء الله. وقفوا معنا الشهداء الله يرحمهم وبعدوا الاستعمار وخلوا الاستقلال لنا وطردوهم وأرادوا لنا المعيشة الحرية. هذوك الشهداء والحيين يا والحيين من حافظوا على العالم والوطن والحرية والاستقلال. يعني الحرية استقلينا، يعني فرنسا واش خلات؟ خلات اثار كبير. مازلنا في دوكا في الاستقلال، عندنا 56 سنه، فهمتي؟ دينا الاستقلال الحمد لله، والناس مازلنا تحفر وترقى العظام تاع الشهداء. يعني التاريخ هذا يعني اسمه شغل عيد الوطن تاعنا، تاريخ تاعنا، المجاهدين نقولهم مبروك عليكم الاستقلال، ورانا عايشين في بلادنا الحمد لله، عندنا ان شاء الله يكون استقرار في البلاد ان شاء الله. هذا ماك وتحيه الجزائر، الله يرحم الشهداء ان شاء الله. هكذا 5 جويلية يمثل عيد الاستقلال والحريه. واش تقولهم اللي يشوفوا في كامل في التلفزيون بمناسبه عيد الاستقلال؟ قول لهم تحية الجزائر وانتو تلي في فالاجير. السلام عليكم اختي. تاريخ 5 جويلية انا اللي كشغل يعني لنا كاع لينا كاع البلاد، يعني انه هو كشغل تاريخ استقلال الجزائر. وكما نعرفوا احنا الجزائر ما استقلتش لو 5 جوي، تسمى كي دخلت علينا 5 جوي 1830، تسمى احنا الجزائر مامو لي 11 مي راك شايفه. بعدا كشغل باش نديروا زعما باش تقعد لنا هذيك لاضا سوا اي والله وقت اللي دخلوا نخرجوا تسمى طيح سوا. ونورمالمون 5 جويلية شغل تاريخ فرحنا بزاف، سواء كانت فرنسا تستعمرنا، قتلت جدودنا، قتلت يماتنا، قتلت يمات كاع الشعب الجزائري، مات اكثر من 1.5 مليون شاهد. والحمد لله كما يقول لك الحمد لله على نعمة الاستقلال. كنقول للشعب الجزائري ان شاء الله يتمسكوا بوطنهم ويتمسكوا بالجيش تاعهم ويتمسكوا بارضهم، شبر من ارضهم ما يسمحوش فيها، بيسك هاد الناس اللي بوياتنا والمجاهدين اللي ماتوا على البلاد هذه، لازم احنا نكونوا واقفين على البلاد ونكونوا واقفين على البلاد هذه. انا هذا نتمنى عيد سعيد ان شاء الله كاع الشعب، كل عام ان شاء الله والشعب الجزائري بخير على خير، وان شاء الله نتمنى ويحافظوا على الوطن هذا ويحتفظوا به فوق اللازم.